بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 30 بعد 200. الحلقة 30 بعد 200 نتناول آيات من سورة الحجر. وذكرنا أن الله عز وجل يحدثنا في سورة الحجر عن قدرته سبحانه. يريدنا أن نتفكر، وعلى فكرة التفكر عبادة، والله التفكر عبادة، والتفكر في خلق الله وفي قدرة الله وعظمة الله وإبداع الله يحل لنا مشاكل كثيرة. يعني أنا لو قعدت أفكر في نفسي ومتاعبي وأوجاعي ومرض الرجل ومرض الركبة ومرض القلب ومرض السكر، وأقعد أفكر في أوجاعي أتدمر. والفرق ما بين السليم والمريض أن السليم لا يتفكر في الأمراض كثيرا، وأن المريض يتوجع كثيرا. لكن ممكن تلاقي السليم عنده أمراض أكتر من المريض، بس المريض أقعده المرض. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يا سلام، الريح والشمس والهواء والمية المطر الثمار البحار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. مفاتيح كل حاجة في إيد ربنا. يفتح المحبس بقدر حبة صغيرة، يفتح محبس الريح حبة صغيرة عشان الريح ما تموتناش. لو فتح الريح شديد، الريح دي تشيل الشجر وتخلع البيوت وتشيل الناس ترميها في الشارع. يعني لو ربنا فتح محبس الريح، محبس المطر لو ربنا فتحها شوية نغرق. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. لواقح لمين بقى؟ ده بيقول لواقح فأنزلنا من السماء ماء. لواقح قالوا إن الريح بتلقح الأزهار، الزهرة المذكرة فيها حبوب لقاح، والزهرة المؤنثة فيها مياسم ومبايض، بتيجي الحبة اللقاح على الميسم بتاع الزهرة يحصل تلقيح. لما يحصل الزهرة تتلقح تنضج تدي لك الثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة زهرة ناضجة، زهرة ملقحة. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. لواقح ومية، كأن هناك زي ما في زهرة مؤنثة وزهرة مذكرة، وممكن نلاقي زهرة أنثى فيها الاثنين، زهرة خنثى فيها أعضاء التذكير والتأنيث، ممكن نلاقي سحابة، هذه السحابة عليها شحنات من بره، ممكن سحابة عليها شحنات موجبة وسحابة شحنات سالبة، يقوم دول يجوا على بعض مفيش مشاكل، يتحدوا مع بعض، سحابة 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 تكبر السحاب ما دام ايه مختلف الشحنات. لكن افرض ان هي بقى موجبة، شحناتها الخارجية موجبة والتانية شحناتها الخارجية موجبة، دول لما قربوا من بعض بقى يحصل تفريق كهربي. ده يحصل بقى ان هم يجوا يروحوا مفرغين كهرباء من بعض، سايحين الميه، الميه تنزل مطر. علشان كده ربنا بيقول ايه: وارسلنا الرياح لواقح بتلقح حتى السحب فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. يعني ايه ما انتم له بخازنين؟ البني ادم ما يعرفش يخزن ميه جواه. ممكن الجمل يخزن ميه، ممكن الجمل يشرب ميه كتير ويخزن كميه كبيره من الدهون عنده، وبعدين يمشي يومين ثلاثة أربعة أسبوع من غير مية، يبتدي يدوب السنام أو يدوب الدهن، فيطلع من الدهن ده كمية كبيرة من المية، كمية كبيرة من الطاقة، ممكن يتحمل العطش. هل نحن عندنا معدة؟ وعلى فكرة الحيوانات المكترة فيها أربع معدات: المعدة الأولى والمعدة الثانية والمعدة الثالثة والمعدة الرابعة. الحيوانات المكترة جمال ومعيز ونقول عليها والبقر، وتلاقي الحيوانات دي بتاكل وتنزل الاكل في المخزن، وبعدين تبقى تطلع الاكل بقى تقعد تمضغ زي اللبان كده، تقعد تجتر تجتر، يعني تطلع الاكل اللي بلعته وتطلع بقى تقعد تمضغ بقى على مهلها. طول ما هي قاعده عماله تمضغ تلاقي ايه زي ما تكون البقره بتمضغ لبان، لكنها عماله تجيب الاكل اللي من جوه تاكله، وبعدين ترجعه تاني بقى على المعده التانية، وبعدين يروح على المعده التالتة المعده الرابعه. يعني احنا عرفنا حتى المعده الرابعه من العجول كنا بنجيب منها حاجة اسمها المنفحة، نجيب العصارة اللي موجودة في المعدة الرابعة من العجول نعمل بيها الجبنة. الجبنة، فتخيل انت بقى احنا بنستفيد من انهي معدة؟ المعدة الاولى والمعدة التانية والمعدة التالتة والمعدة الرابعة. البني ادمين ما عندهمش غير معدة واحدة، عشان كده ما عندهمش حاجة يخزنوا فيها مية. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. احنا ما عارفش نخزن مية. انا اقدر لو انا دلوقتي شربت مية كتير 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 استحمل العطش يومين ثلاثة؟ ابدا، كل ما تشرب ميه اكتر تتبول اكتر تعرق اكتر. الله، بعض الناس يقول لك ايه لما تيجي تصوم قبل الفجر اقعد اشرب ميه كتير، اشرب 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 عشان تستحمل الصيام. ما ينفعش، شربتهم كتير ساعتين ثلاثة أربعة على الساعة 10 الصبح يكونوا الميه كلها نزلت. عشان كده ربنا بيقول: وما انتم له بخازنين.
وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله يتحدث عن ذاته، إنا لنحن بصيغة الجمع، الله سبحانه وتعالى نحيي ونميت ونحن الوارثون. طبعا كلنا عايشين كده أيام، كلنا وديعة، لنا أيام ولنا أجل، كل واحد فينا هيرحل إلى أجله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرث، يرث الأرض ومن عليها. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. مين اللي بيتقدم ومين اللي بيتأخر؟ في بعض الروايات أن جماعة جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حضرة النبي قاعد بيعلم الصحابة، ففي جماعة يعني بيحبوا النبي قوي فعدوا وقعدوا قدام. طبعا نهى رسول الله عن ايه؟ تخطي الرقاب، بس دول من حبهم للنبي قعدوا يتقدموا. وفي جماعة تانيين قالوا لا، احنا مش هنخطي الرقاب ولا ندوس على حد ولا هنعدي على رقابة حد، احنا هنقعد حيث انتهى بنا المكان. فراحوا قاعدين ايه؟ ورا، قعدوا حيث انتهى بهم المكان. وفي جماعة تالتين بصوا عليهم كده بيعملوا ايه دول؟ ده ناس فاضية، راح سابوهم ماشي. ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس بتحب العلم إلى يوم القيامة، تتقدم إلى العلم، بتحبه، تتقدم إلى الفقه، تتقدم إلى القرآن، بيحبها ربنا زي ما هي بتحبه. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا كنت عايز تعرف قيمتك عند ربنا شوف أنت بتشتغل إيه. إذا كنت بتحب القرآن وبتحب قيام الليل وبتحب الصدقة وبتحب الخير للناس، إن شاء الله نحسبك من أهل الجنة. وإذا كنت من الناس اللي عايزة تاخد وعمالة تتبكى وتتشكى وعمالة تشحت، اعرف إن أنت من أهل النار. وربنا سبحانه وتعالى قال بقى إيه؟ أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال له أما الذين أقبلوا على الله فقد أقبل الله عليه. اللي بيحبوا ربنا، ربنا بيحبهم. وأما الذين استحوا إن هم يخطوا على الرقاب فقد استحوا من الله فاستحى الله أن يعذبه. وأما الذين استكبروا على الله، دول بقى مستكبرين لا يهمهم قرآن ولا فقه ولا صلاة ولا عاوزين يسمعوا كلام ربنا، عاوزين يغنوا، عاوزين يلهوا، عاوزين يلعبوا بس. أما الذين استكبروا فأعرضوا عن الله فأعرض الله عنه. يا رب يكون الدرس ده قاسي بس مهم. أنت مع مين؟ أنت مقبل على الله ولا أنت معرض عن الله؟ ولادنا وشبابنا وبناتنا حاجة تحصر وتقطع القلب، تحصر وتقطع القلب. لما تلاقي تخش مساجدنا تلاقي مساجدنا خراب والعياذ بالله. فين شبابنا؟ فين بناتنا؟ ساعة صلاة الجمعة وتلاقي البنات في إعدادي وسنة وخارجين ياخدوا درس خصوصي ساعة صلاة الجمعة، واقفين في الشارع بيضحكوا والناس بتصلي الجمعة، ولم يعد لنا هيبة ولم يعد لنا احترام. الناس اللي اتجرأت على المساجد وحرقت المساجد وخربت المساجد واستهانت بالله عز وجل هيوصلونا لغاية فين؟ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. مين بيحب ربنا ومين ما بيحبوش؟ وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. يرجع ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بقى هو ربنا خلقنا إزاي؟ ربنا خلقنا إزاي؟ بصوا مراحل الخلق كده لو نحسبها مع بعض. الإنسان أصله طين. هو الطين ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية وتراب. لو جبت التراب حطيت على التراب مية بقى طين. خلي بالك من المراحل دي. يبقى مية وتراب هيبقى طين. الطين ده لو سبته بمية بطين شوية يتخمر يوم اتنين تلاتة بقى طين معفن أو بنقول عليه حمأ مسنون. خلاص طين متخمر. الطين المتخمر ده لو سبته يومين تلاتة ينشف يطبل يبقى صلصال كالفخار. المراحل دي، المراحل دي كنا نعرفها زمان واحنا بنعمل حاجة اسمها البيوت من الطوب الني. يعني ايه؟ يعني ايه بيوت طوب ني؟ الناس تجيب شوية تراب وتحط عليهم مية وتسيبهم كده يتخمروا يومين تلاتة، لما يتخمروا يعملوا ريحة وحشة يبقى زي ايه؟ حمق مسنون كده. خلي بالك من الكلام ده. يبقى الناس جايبة تراب حطت عليه مية بقى طينة سابته يتخمر كده بطنته كده فنشف، لما نشف بقى يطبل. اللي بقى يطبل ده بقى اسمه صلصال كالفخار. خلي بالك معايا. تعالى بقى نقول البني آدم، لما ربنا يقول اني خالق يعني بشرا من صلصال كالفخار
وربنا يقول خلقت بشر من حمأ مسنون، وربنا يقول خلقت بشرا من تراب، وخلقته من طين، يبقى الميه، الميه زائد التراب هتبقى طين، ميه زائد تراب يبقى طين، ميه زائد تراب يبقى طين، الطين يتخمر يبقى حمأ مسنون، الحمأ المسنون لما ينشف يبقى صلصال كالفخار، ربنا ينفخ فيه الروح. خلي بالك من المراحل دي. يبقى الانسان ده الاولاني اللي هو ادم عليه السلام، ميه وتراب بقوا طينه، اتخمرت بقى حمأ مسنون، نشفت بقى صلصال كالفخار، نفخ الله فيه الروح بقى ايه؟ بقى انسان. طب في الموت ايه اللي يحصل في الموت؟ في الموت نرجع العكس. اول ما الانسان يموت، هو الانسان كان فيه روح، مات نشف بقى زيه بيطبل كده، بقى عامل زي الصلصال كالفخار. يومين ثلاثه اسبوع يبتدي يتعفن، يبقى حمأ مسنون. بعد ما بقى حمأ مسنون بقى شويه طين في مع الارض، شويه الطين دول تراب يرجع للتراب، وشويه الميه يتبخروا. عشان كده دي الرحله، ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبله من نار السموم. وبعدين هنحكي حكايه الحمأ المسنون دي ان شاء الله في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مولاي اني ببابك، مولاي اني ببابك قد قصدت.